ننتقل بقى لاتحاد الكرة اللي وافق على مقترح او خلينا نقول تصور بإقامة هنا نهائي كأس مصر، لناس كتيرة مؤخرا تقول لك هو هيتلعب فين يا جماعة، عايزين نعرف نهائي كأس مصر فين. كان في كلام عن اكتر من ميعاد وكان في كلام عن اكتر من مكان، بس نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك تم الاختيار فيه او خلاص الاستقرار على الرياض يوم تحديدا 8 مارس، وكان دي ضمن تصريحات للحاج عامر حسين عضو طبعا مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال كده تحديدا تصور ده جه بدل من يوم 13 مارس، وانه بناء على ده هيكون طبعا في تعديلات في مواعيد بعض المباريات الاخرى للدوري. طيب دي كانت اخر التطورات اللي حبينا نقولها لحضراتكم بمناسبه كاس مصر، لكن بالمناسبه برضه عايزه اتكلم عن الاهلي اللي كان، خلينا نرجع شويه برضو، تأهل للنهائي بعد ما فاز على ام بي في نصف النهائي، كان بثلاثيه نظيفه، كان ماتش حلو جدا سجله مع علي معلول ومودست وامام عاشور، وقتها كنا بنقول مودست اخيرا لو انت فاكر كانت البدايه، فطبعا المباراه كانت لن تنسى ولا تنسى يعني. والزمالك صعد للنهائي بعد الفوز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات كاس الترجيح نتيجه 4-3 بعد نهايه الوقت الاصلي والاضافي. ف بنفكر بس حضراتكم، لكن يعني نتمنى ان شاء الله تكون مباراه فيها تنافس كبير جدا. هرجع اقول تاني، الواحد لما بيبقى في تنافس ما بيحبش يفوز برضو بسهوله، يعني بغض النظر عن مين هو المنافس بتاعي حتى فنيا هو قريب ليا ولا لا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير طب. لكن احنا برضو النادي الاهلي، فقصه كلها ان انا مهما كان المنافس بتاعي كبير بيمر كان بظروف معينه غيره، لكن انا اتمنى يكون في مستوى فني متقارب، اتمنى يكون في تنافس شديد، اتمنى الاهلي طبعا يفوز بس يفوز ونشوف كرة حلوة، يعني مش عايزة أفوز بسهولة، أنا عايزة أفوز بكرة حلوة، هي دي النقطة كلها.